من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة ضغوط دولية واسعة على الحوثيين من أجل وقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن. يقول الموقع إنه على الرغم من كل الضغوط إلا أن الواقع يشير إلى تصميم الحوثيين في مواصلة عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل بغض النظر عن الثمن، فيما استبعد محللون سياسيون نجاح الضغوط الدولية في وقف هجمات الحوثيين. وفي تصريحهم للمهرية نت رجح المحللون استمرار الحوثيين في عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مؤكدين أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين لن تؤثر في قدراتهم العسكرية ولن تثنيهم عن معاودة العمليات العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب. فيما قال صحفيون للموقع إن الهجمات والضغوط الأمريكية المستمرة لن توقف عمليات الحوثيين، وإنهم يمتلكون قدرات صاروخية ومسيرات كبيرة، أن الضربات الأمريكية لم تستطع تدمير شيء بسيط من مقدراتهم.